المخرج يحيي بها كاظم مبكراً منذ الدقيقة الثانية. الفريق البابلي وأسود بابل يدخلون المباراة برأسية المالية الواضح أمامكم. ظهير اليسار يفعلها وينقل الأخبار من كربلاء إلى مدينة القاسم إلى أن هذا الفريق ينجح في التقدم. لاحظ الركنية التي لعبت، إيدوني جورج رفعها، باكايولي وحده بغفلة من دفاعات النفط مع غضب لأجبوس. هذه الرأسية التي ركنها على يمين طارق ولم يستطع مصطفى الوصول إليها. هذا إيغور لعب الكرة العرضية المثالية وهنالك من ينتظر في منطقة الجزاء، وبالتالي الهدف الأول يسجل. البداية القوية في هذا اللقاء الناري في سابق الكرة الأخيرة بدأ يتعب لعب الارتكازي في فريق القاسم. نديفريك إلى أوفولابي، جول من النيجيري أوكيكي أوفولابي يسجل هدف التعادل في غفلة من دفاعات فريق القاسم. ينجح في معادلة علاء الدين الدالي ويسجل الهدف التاسع له هذا الموسم. هدف يسجل، هدف يدون من النيجيري أوفولابي لهذه ولهذا الأمر. أدخله السيد باسم قاسم ليسجل هدف التعادل. يأتي ويسرق الكرة من بين الدفاعات التي كانت في موقف بعيد. لاحظ هنا أوفولابي استلم ودينيس سمبيزي وقف عليها وسدد واختار ووضعها في الشباك، وبالتالي هدف التعادل لفريق النفط. يأتي الآن، المباراة ستكون أجمل بعد هدف التعادل، والله ستكون أجمل. وهذه الكرة التي لعبت ووصلت إلى مرمى حميد، ويأتي هدف التعادل. يسجل أوكيكي أوفولابي. كرار فالح سيدخل الآن. كريم وليد، وليد وكرة تلعب إلى الأمام. عمار غالب يحاول لهدف ثاني. الله، عمار غالب ينجح في تسجيل الهدف الثاني، يدون الانتصار، يدون التقدم للجنرال. وعمار غالب يسجل الهدف الثاني ما بين اختراق ووصول. يسجل كرة من أعلى حارس المرمى يضعها في الشباك، والقادم من القيثارة عازف الجيتار عمار ينجح في تحرير الأبار النفطية من سطوة الأسود، وينجح الآن في وضع الانتصار بجانب باسم قاسم. لاحظ كيف استلم كرة من وليد والكرة قطعها هو، دخل وتقدم وسجل بطريقة ذكية جدا. عمار غالب بالقدم اليمنى، لاحظ روض كرة باليسرى وباليمنى، من أعلى رأس الحارس أحمد حميد وفي المرمى. فراغات في الدفاعات وهنا وجد الثغرة عمار ليسجل ويتقدم، وغالب ينجح في التقدم الآن. هدفين لهدف، وكرة عند ميسوكي انقلبت المواجهة. ميسوكي يتقدم، ميسوكي يحاول فيها يدخل الآن، وكرة ومحاولة وفرصة. الله، أتت الصحوة في آخر الدقائق وسيف الدين ظاهر، سيفهم الضارب الذي لطالما كان هو الحل في أغلب المباريات الآن يعيدهم إلى التعادل. آخر أنفاس مباراة الكهرباء فعلها، سجل في الحدود، واليوم في هجمة في مرور نيميسوكي الذي استغل الثغرة في دفاعات النفط ليعود الفريق إلى التعادل. ناقصي العدد وسط الظروف والمعاناة الآن يعودون، وكأن الفريق عاش صحوة لم يعشها من قبل في آخر الدقائق. وباسم قاسم يصدم بما حدث. لاحظ هنا ميسوكي مرة من عبد الرضا، وصل لعب كرة مرت الآن وصلت وفي المرمى، هدف شرعي تماما. التمرير الرائعة من رشيد إلى سيف والتفاهم الكبير، وسيف الدين ظاهر، هذا ميسوكي الذي قاتل والمرمى مكشوف وغير مراقب. سيف الدين ظاهر وهدفين لهدف. والمحاولة الآن لا زالت نفطية محاصرة في هذه اللحظات. الفرصة الآن، الفرصة، الله، لا يرمون المنديل، لا يرمون المنديل ولا يرفعون الرايات البيضاء أصحاب اللون الأبيض. ثلاثة مقابل اثنين الآن. أي أخطاء في الدفاعات؟ القائد وليد كريم يعود
ويقود الصحوة وينجحون في العودة إلى المباراة. وليد كريم ينجح في التسجيل، ينجح في خطف الهدف الثالث. أي كرة استلمها وليد وضحى بخبرة كريم وحير أحمد حميد والاستلام الرائع. وهنا القراءة الرائعة جدا للكرة يا وليد يا وليد يا وليد يا وليد. أي كرة من حسن داخل الرسام، يلعب كرة إلى المهاري وليد كريم. كانوا ينتظرون الأوفسايد، هل يؤكد الهدف أم أن هنالك راية تفسد الموقف؟ الحكم يقول هدف شرعي. إذن 3-2 الآن، وقت كافي ومباراة تظهر في اللحظات الأخيرة فيها المتعة.